تتزوج واش راه ما عندكش صاحبي تقدر تزيد لي بغيتي تتخلق عندنا هنا والله الا راك مشاغب بزاف الا راك مشكلو بيدي يا بالله المسرحيه بلوكاج يعني هي انوت ستيل ديال دي ستيل اللي خدمت معاه صافي 30 طون صدير كبرت انا وياه فعارف الستيل ديالو وكيجدد يعني في لو ستيل ديالو فهذا الستيل يعني قريب كي قلتي قبيله من البوبليك كيمس النبض يعني ديال الجمهور العريض المغربي مسرحيه يعني انوت كونسيبت انوت ستيل و ان بو اوزي كومون دي هذا فيها واحد شويه ديال الحكام الضبع صدير كون ايساي دو توشي داك المسكوت عنه ولا داك الطابو وممكن مع هذه القضيه ديال رمضانيه بن مسيك فهذه بادئه طيبه كنحييها واللي نورمالمون خص يديه هو كاع الجماعات ديال المغرب ولا كاع الجهات لانها كتخلي لي زارتيست مغاربه يتواصلوا مع الجمهور ديالهم في اطار رمضاني واطار مباشر ورمضاني سورتو محترم واحد شويه. دونك اولا بعدا تنشكروا الساهرين على هذا المهرجان تنشكرهم جزيل الشكر خاصه ان هذه السنه هذه تفاجئنا يعني كنا رمضان كان عندنا بالنسبه هلا هو هلا منفذ يعني كنا تنخدموا 6 8 10 ديال العروض في ذاك الشهر هذه المره هذه ما عرفناش مال المقاطعات ما عرفناش السياسه كل مره تيجيبوا لنا شي حاجه جديده باقي ما فاهمينهاش ما فهمتش حنا ما عندنا حتى لون حنا اللون ديالنا هو المسرح اللون ديالنا الله الوطن الملك ما مامنين حتى شي لون اللي تيدير السياسه راه تيديرها في اي لون اللي عنده قلب وحب على هذه البلاد راه عنده قلب وحب على هذه البلاد حتى الفنانه خصهم يخدموا وخصهم يشتغلوا وبالنسبه لهذه المهرجانات راه فرصه باش تشتغلوا هذه الفنانه وهذا الشيء اللي ممكن بعض الاستاذ يعيب على المسؤولين ديال مدينه الدار البيضاء وبالاخص المقاطعات غياب ديك الثقافه الفنيه عندهم لدرجه انه الفن المسرحي في مدينه الدار البيضاء بدا ينتشر شيئا فشيئا واش هذا ما كاثرش عليكم؟ اكيد تاثر انا ما فهمتش هاد الناس كيفاش تيفكروا يعني ما عرفتش يعني صحيح العباره كيف غنقول يعني حيت هاد الفنانه يعني خدمتهم هي هذه مثلا نتكلم انا على اللي تيشتغلوا في هذه المهنه راه تنعيط على مثلا كبره وغياطه ولا تنعيط على قناوه راه فرصه باش تيشتغلوا حتى هما ماشي نعيطوا باغي الناس ديال الفابور باغي الناس ديال والفلوس كاينه هذا هو المشكل الفلوس كاينه عند الحكومه الجديده ولكن باقي ما شفنا منها والو حنايا بكل صراحه حنا فرحانين اننا قدمنا هذا العرض مقاطعه بن مسيك وكان جمهور يعني كيعرف يتفرج وكنشكروا السيد رئيس ومجلس مقاطعه بن مسيك اللي احتضنتنا لانه العرض الوحيد اللي تخدم تقريبا في رمضان وهذه المساله مبرزطانا شويه مي على الاقل كتلقى ناس اللي كيتفهموا وكيحتضنوا والحمد لله قدرنا نتواصلوا مع الساكنه ديال بن مسيك وهذا فضل كنلاحظوا بانه تم تغييب الفن المسرحي من رمضانيه باقي المقاطعات لماذا يا استاذ؟ والسبب نقدر الا جاوبت غنجاوب جواب سطحي انا براسي كنقول اش هذا الشيء انا باغي نسول شنو هو السبب علاش حنا في الرمضانيات واش حنا كفرقه ما تواصلوش مع الجمهور ديالنا وتعرفنا بان في الرمضانيات كنخدموا حنا المسرح عندنا جوج الاعمال واحد الكبار واحد الصغار علاش ما نخدموش مع علاش ما نخدموش وعلاش ما نخدموش مع الجمهور البيضاوي بعدا بصفه خاصه وعلى الصعيد الوطني بصفه عامه حنا استغربنا لهاد القضيه وهادشي كنحيي انا السي جودار لانه قدر يحتضننا في رمضان لان المقاطعه الوحيده اللي دارت المسرح وهاد القضيه ضرات بينا ومبرزطانا وحنا اللي كنتسالوا علاش المسرح راه معروف ان كيجيو ليه لي فامي كيجيو العائلات يعني حنا بغينا نتواصلوا مع الجمهور ديالنا وبغينا نخدموا وبغينا بزاف د الحوايج ولكن هاد التغييب ديال المسرح حنا ما فهمناش لاش راجع بعض يعيب على مسؤولي الدار البيضاء غياب الثقافه الفنيه لديهم وربما هذا هو السبب اللي تيخليهم ما كيهتموش بالفن المسرحي مما كيؤدي الى تهميش الفنانين ديال هذا الفن في نظركم واش ممكن هذا ياثر عليكم في راه اثر علينا ويمكن كاين اسباب اللي حنا كمواطنين حيت حنا ناس ماشي ديال السياسه كاين اسباب اللي ما كنعرفوهاش عميقه وبعيده ولكن حنا ما خصناش ندفعوا الثمن ديال حنا ما ندفعوش الضريبه ديال يعني ماشي واحد يديرها وحنا نزلقوا فيها
وانت ما كنعرفكش انا ما كنعرفكش وصلي الله يعاون ها هو والنور اللي فوجك الخطاب التغطية. ماشي بلاتي ما حشمتش نصبي في الرشانة. اشمن الرشانة واش على ربي تسلعي من الناس ما يضحكش عليا انا. انا ما نضحكش عليك. انا ما كنعرفكش. بلاتي. الورد على الكركاف شكون يشري الورد؟